هذيك التدوينه جات في الحقيقه من بعد ما وصلنا لواحد الدرجه ديال زعما ما بقيناش فاهمين شنو واقع في هذه البلاد، فهمت؟ انا وصفته بالعبث. الخلفيه اولا هي ان لا نكون متواطئين بالصمت، فهمت؟ خصنا نوضحوا للمواطنات والمواطنين اللي صوتوا علينا واللي مهتمين بالشان المحلي وانتم كصحافه ان الذي يقع في الدار البيضاء يعني شي حاجه مؤسفه جدا، ويعني انه هذاك الشيء غادي للكارثه ما غيوصل فين. وانا عطيتكم امثله ديال انه كيف يعبث بالمقتضيات ديال القانون الصريحه، نزيدوا النقاش ديال الاعمال بعد حصره قانونيا وخارج الاجر وقت ما بغينا، نزولوا منه داك الشيء اللي بغينا بلا ما نشرحوا علاش، بلا ما نعرفوا واش داك الشيء داروا المكتب ولا دارته العمده بوحده بقرار انفرادي. الى حدود البارح كنسمعوا بانه برنامج العمل راه غيتاجل الى دور استثنائيه، الان فجينا ندخلوا لقينا بانه مدرج في هذه الجلسه بلا ما نكونوا استكملنا الدراسه ديالو، بلا ما نكونوا توصلنا بالاراء ديال مجالس المقاطعات. على كل حال هذا تمام، هذا دليل على انه احنا امام واحد الاغلبيه، امام واحد المجلس، امام واحد العمده، يعني اقل ما يمكن نقولوا عليهم انهم غير مؤهلين لتدبير شؤون العاصمه الاقتصاديه للمملكه باختصار، يعني باختصار شديد. كيديروا ما بغاو فعلا، وهنا كيطرح سؤال كبير على الدور ديال السلطه ديال الولايه والدور ديالو في هذا الذي يجري. انا ما دار والو في الموضوع ديال تضارب مصالح، ما دار والو في تعويض المقعد الشاغر في المكتب ديال المجلس الى اخره. فاذا كاين اشكال كبير، وحنا بالنسبه الينا يعني جا الوقت باش انه يعني نعبروا على كل ما يجري بكل وضوح بكل مسؤوليه في حينه.